عندما تتقدم بطلب فيزا لأي سفارة، إياك أن تظن أن الموظفين ينظرون إلى شكلك أو إلى أوراقك بداية، أو إلى حسابك البنكي، أو إلى اللي هو السجل التجاري، أو إلى شيء من هذه الأشياء. أول شيء ينظرون إليه هو your passport، جواز سفرك. وجواز سفرك هو الرسالة الخاصة بجنسيتك، والرسالة الخاصة بجنسيتك تحمل الكثير من المعاني. إذا كنت مثلا من مصر أو من اليمن، مع احترامنا وتقديرنا لكل الجنسيات العربية، أو من العراق أو من سوريا أو من المغرب أو من تونس أو مع كل احترامنا وتقديرنا، إنهم يمسكون الجواز السفر ويقلبونه يمينا ويسارا، ثم بعد ذلك ينظرون في الأوراق. وعندما ينظرون في الأوراق يدققون جدا. نعم، ممكن الأوراق سليمة وصحيحة وكل شيء تمام، ولكن في النهاية يعطيك الرفض، rejected. This visa is rejected، مرفوضة. ليه rejected؟ الله أعلم. فطبعا في مثل هذه الحالات بيكون السبب هو عدم السبب. وما معنى السبب عدم السبب؟ معناها باختصار ان هم جنسيتك مش مقبولة انها تدخل. ليه؟ ممكن يكون في شخص من اشخاص من جنسيتك دخلوا تلك الدولة وتركوا انطباعا سيئا. ممكن ان حضرتك جنسيتك جنسية جميلة جدا ورائعة، ولكن يخافون منك. ممكن عنصرية، وهذا وارد جدا وكثير جدا. فبالتالي لا تعبأ بهذه الأمور، ويجب أن تكون دائما محصنا ضد الصدمات. ما معنى محصن ضد الصدمات؟ يعني يكون عندك فاكسين. You have to take vaccine one time or two dozen or three dozen. ليه تكون عندك؟ عشان لما تتصدم الصدمة ما تأثرش فيك. يبقى انت عامل حسابك ان جنسيتك هذه على عين والراس، وكل الاحترام وكل التقدير والتاريخ والحضارة، ولكن وضع تحت لكن خطا، هذه الجنسية لا تؤهلك لدخول معظم دول العالم. هل هناك حلول لهذا الموضوع؟ نعم، هناك الكثير من الحلول. احنا ما بنقولكش اخرج من جلدك ولا اترك جنسيتك، ولكن ابحث عن جنسية أخرى إضافية تعزز موقفك. يعني أنا صراحة وأنا أدردش معكم اليوم، بعض الناس بدون ذكر أسماء ومن اليوتيوبر المشهورين أو الانفلونسرز، اشترى جنسية مخصوص عشان يدخل 4 أو 5 دول ممنوع أنه يدخل. تخيل، يعني جواز السفر الإسرائيلي اللي هو يعني إحنا كعرب كما قال عبد الناصر سنلقي بإسرائيل في البحر، ومنعترفش بإسرائيل وملهاش قيمة ومش عارف، ده كله كلام على الورق. ولكن الواقع كل الدول العربية بتعترف بإسرائيل، كل دول العالم الإسلامي إلا القليل. إيه بقى القليل دوت؟ عندك إندونيسيا أعتقد، وماليزيا وبنجلاديش والجزائر، في كده 4 أو 5 دول ما بتسمحش لجواز السفر الإسرائيلي إنه يدخل، ممنوع. فصاحبنا ده يوم يعمل إيه؟ يوم يشتري جواز سفر تاني بتاع سانت كيتس أند نيفيز أو ذا باسبورت أوف غرينادا، أي دولة من دول البحر الكاريبي، ويدخل عشان 4 أو 5 دول. ما هي الفلوس موجودة وما فيش مشكلة. فبالتالي الفكرة اللي بتطرح أنك تشتري جواز سفر حتى يسهل عليك دخول بعض الدول، هذه فكرة جيدة يا أحباب.
انا عارف ان في بعض الناس بترفض هذا الموضوع ومبلغ كبير وكذا وكذا، ولكن والله بصراحه يعني الوقت لا يقدر بثمن. يعني يقول لك مثلا طب ما تروح نيوزيلندا او روح كندا وخد الجنسيه من هناك وهي اقوى وافضل وكذا، ودوله قويه وممكن يكون في تغيرات على الجنسيات بتاعه الكاريبي كما فعلت المملكه المتحده ومنعوا بعض الجنسيات من الدخول، وطلبوا ما منعوش مطلقا ولكن طلبوا فيزا، ولكن ما زالت اوروبا مفتوحه للدومينيكا ولتلك الدول. يعني فالمملكه المتحده مش قصه، يعني المملكه المتحده معروف ان هي خلف تعرف ودخلت الاتحاد الاوروبي خرجت منه، فهي ليها فيزا لوحدها، هم ليهم عالم لوحدهم، لسه عايشين في فكره بريطانيا العظمى، فهمتني؟ في ايام الابيض والاسود. فالفكره ان انت لازم تنظر للموضوع من هذه الزاويه، او تنظر من زاويه اخرى ان في دول صاعده، في دول صاعده. يعني الامارات قبل 30 40 سنه ما كانش الوضع كده، الان اصبح جواز السفر الاماراتي نمبر 1 او نمبر 2 او نمبر 3، فخد قوه. فانت شوف الدول الصاعده زي البوسنه مثلا، دوله صاعده، فانت ما تعيش في البوسنه مثلا لو انت تاقلمت معاها وعجبتك الحياه تعيش 5 سنين وانت متزوج بتاخد الجنسيه، لو 7 سنين وعندك شغل هنا بتاخد الجنسيه بعد 7 سنين، فهذا نموذج. طيب نيوزيلندا مثلا او كندا او امريكا او اي دوله اوروبيه بتاخد مده طويله اصلا عشان تدخل، يعني انت عشان تدخل وتعمل فيزا بتاخد منك وقت شويه، وبعد كده لما تدخل وتعمل شغل هناك وبزنس وتفتح بتاع هياخد منك وقت. فالفكره اللي انا عايز اقولها للاحباب، احنا مش ضد الناس اللي هي بتقول هذا الكلام ويقول لك يعني الافضل ان انت تعيش في دوله وتقعد فيها 5 سنين أو 7 سنين وتاخد جنسيه قويه وكذا وكذا، احنا مش ضد هؤلاء الناس، رايهم يحترم على عينه وراس، ولكن في ناس بتشتري الوقت، الوقت بفلوس يا احباب، الوقت يساوي الفلوس. انت اللي خليك تستنى 5 سنين أو 7 سنين وهتدفع فيهم دم قلبك وتعيش هناك ولازم تعلم اللغه و و و و، انت ممكن يكون معاك الفلوس موجوده وجاهزه، مبلغ مثلا 100,000 دولار. طبعا كنا بنقول 100,000 دولار زمان، دلوقتي في تغيرات جذريه حصلت على بعض البرامج فضعفوا الثمن، اصبح 200,000، في بعض الدول اصبح 250,000. سبحان الله، يعني تركيا كان الاول بيقول لك 250,000 اعتقد كده، 200 او 250,000 قبل الانتخابات، ضعفوا بحوالي 5 6 شهور او سنه ضعفوا الثمن واصبح 400,000. بعد كده الان اصبح يعني صعب، يعني يمكن ان هم قيدوا هذه البرامج اللي هي الجنسيه بناء على الاستثمار او العقار. فاذا في دول فاتحه لهذا الموضوع، الامارات على فكره دوله من هذه الدول، موضوع الجنسيه، ولكن مش انك بتدفع، لا بتشتري عقار معين ليه شروط معينه طبعا. كذلك في فئه العلماء وفئه كذا وفئه، يعني الامارات فيها تطور كبير في هذا الميدان ما شاء الله. ودول الكاريبي، بس دول الكاريبي اللي احنا نعرفه يعني ان هي برامجها اسرع واسهل، تمام، والموضوع مش صعب ومش معقد، هو في شرطين بس، اولا يكون ملفك الامني والجنائي نظيفا ما عندكش مشكله، ثانيا يكون عندك المبلغ اللي هو خاص بالتبرع اللي بتعطيه لحكومه هذه الدوله وهو ما لا يقل عن 100,000 دولار، وبعض الدول بيبقى 150 وبعض الدول بيكون 200، ده مبلغ غير مسترد بتدفعه، يعني بالبلد زي ما بنقول بتشتري، كانك بتشتري حاجه، تشتري الجنسيه خلاص، هو تبرع ما بيرجعش. وفي نظام تاني استثمار، افرض انت عايز ترجع الفلوس، في نظام تاني اسمه استثمار بس بيكون اغلى، ممكن يكون 200,000 ممكن 250 ممكن 300,000 دولار، بتضعها عندهم وبتحصل على الجنسيه بمقابلها، وهذا المبلغ بيستثمر في عقارات ومشاريع سياحيه وكذا. فكره جميله وفكره رائعه، وهم شغالين عليها على فكره اكثر من 20 سنه على هذا الامر، في التسعينيات هم شغالين على هذا الموضوع والامور تمام، واحنا الحمد لله من خلال وكالتنا وشراكتنا مع بعض المؤسسات المختصه بمعاناه الجنسيه بنسهل لك هذا الموضوع، والكلام ده قلناه قبل كده، اللي بيتواصل معانا مباشره بنحوله على وكيل الامارات، فرع الامارات ريتش اميجريشن، وهو بيساعدك في الموضوع من الف للياء. تحياتي وتقديري ونلتقي على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.